تم تصفية يحيى السنوار، الآن في خبر عاجل وأكيد ومؤكد عن طريق إذاعة الجيش الإسرائيلي. تداعيات ذلك على الداخل، داخل حماس، لنستفيض أكثر بهذا الموضوع. هل تملكون أي معلومات بداية كيف تمت هذه العملية؟ اشتباكات كما قالت بعض الأخبار أم فعلا بغارة إسرائيلية دقيقة ومحدودة؟ في طبيعة الهجمات الإسرائيلية بيكون اشتباكات أرضية، نيران مدفعية، نيران دبابات مع غطاء جوي، سواء كان هليكوبتر أو درونز. يعني فكرة الهجمة المنفصلة لا يظهر فيها بهذا المظهر اللي احنا شايفينه في الصورة مع سلاحه بيشتبك، لا، دي قوة كانت يعني عرفت المكان ووصل له بدأ يشتبك. في هذه الحالة مفيش فصيلة بتتحرك في جيش إسرائيلي في غزة أو غير غزة بدون استطلاع جوي بدرونز وغطاء جوي، سواء كان بمسيرات أو بطائرات هليكوبتر. ولو كان في يعني مساحة للاشتباك البعيد سواء بنيران دبابات أو مدفعية بتشتغل. لو قوات في بيسموها كلوز كومبات، يعني اللي هو الاشتباك القريب يعني المتلاحم، ما بيستخدمش المدفعيات، ما بيستخدمش ده، وبيعتمد على نيران الرشاشات ونيران القذف. طبعا احنا بنتكلم في معركه يعني ما كانتش متكافئه، ثلاثه مقابل قوه على الاقل بتكون 20 او 30 عسكري وزار. ده يعني وصف، يعني الخبر جه عاجل وانا معاكم على الهواء بالمناسبه. نعم، يعني من الصعب التحليل لانه الان الخبر فعليا واصعب. انا بحلل على الهواء، لا نعم. يعني انا بحلل على الهواء عشان يعني ما فيش، لا سمعت حد ولا سمعت بيان ولا لا توجد ولا اي معطيات ربما رسميه على احنا أرض اللي بنعمل الواقع. على فكره الخبر يعني احنا من تحليلاتنا دي بتطلع اخبار، يعني احنا مش متعودين نقرا اخبار، احنا متعودين نصنع اخبار. نعم. اكثر من قراءه، احنا نعرف الموضوع فقط لكن بدرايتنا بالموضوع وبتكتيكاته وبخلفيته. طب يعني بالحديث عن هذه التكتيكات، ربما الجدول الزمني او ربما التوقيت الزمني الذي استغرقته او استغرق من قبل اسرائيل ربما بالكبير، يعني كان من المتوقع ان يتم تصفيه السنوار من قبل، فهل التوقيت كان مناسب ربما ام مدروس ام التاجيل متعمد ام ربما لم يستطيعوا قتله الا اليوم؟ تقول لي طيب ممكن تجي معلومه ذهبيه بمكان هدف، ولكن يقول لك لا سيبه شويه. ليه؟ هم استثمروا الحقيقه في وجود حسن نصر الله وفي وجود السنوار، استثمروا لغايه ما جه الوقت خلاص هم قرروا العمليه البريه في لبنان، فلا داعي لحسن نصر الله، يعني الاستثمار غير كده غير مجد. هتقولي لي طب استثمروا ليه؟ ما هو ممكن يخلو السنوار مثلا قيادة تقول يا جماعة أنا موافق على كل الشروط إسرائيل، يبقى كده هم أفسدوا لإسرائيل ما تريده. إسرائيل لا تريد صفقة، إسرائيل تريد جعل قطاع غزة عبرة، تريد جعل قطاع غزة غير صالح للحياة، تريد جعله عبرة لما يطلق عليه جناح المقاومة. هل نجحت إسرائيل حتى تقضي على فكرة وحدة الساحات؟ هل نجحت إسرائيل بهذا الموضوع أم هل برأيك سيادة العميد ستنجح إسرائيل بالقضاء على هذه الفكرة؟ لا، الفكرة مش هتنتهي، لكن هي الفكرة الموجة الموجودة بالأشخاص الموجودة بالإنفراستراكشرز، البنية التحتية اللي اتعملت، بالتسليح، بالتدريب، الضربة دي أعتقد بترجع حماس، ربما يكون مخطئ يعني، لكن بترجع حماس لبداية التنظيم اللي هو كانوا لسه شغالين في صواريخ القسام اللي مداها 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو، مش الصواريخ اللي بتوصل يا ام 90 اللي بتوصل 90 كيلو، يعني تل ابيب ومراء تل ابيب، ومن الناحيه الثانيه حزب الله يقول لك يعني حتى ايلات وما وراء ايلات. هي دي الفكره، فكره في اللحظه دي بعد ما هم اعتبروا ان المقاومه وصلت لاقصى مدى ممكن توصل له في وعي من غير دول. اثبت لسياده دلوقتي ان حزب الله دخل كجبهه اسنان. الان القسامين اصبحوا جبهه اسنان.
طب اسناد يعني بتعمل اسناد، بتعمل سبورت يعني الحاجه يعني، ما اعتقدش. فلما يجي يطلع النهارده خبر السنوار، لو الحركه موجوده بقوتها يعني زي اسماعيل هنيه ما رحل والضيف رحل يرحل السنوار، لكن هم اولا عملوا من السنوار اسطوره، وعملوا من حسن نصر الله اسطوره عشان يعلي قيمه عندما يصطاد هذا الهدف، ودي في موجوده لدى الاسرائيليين.